نتجه الآن إلى فرنسا لنستمع إلى تلاوة المتسابق سفيان مارك جاك، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله، سفيان مارك جاك من فرنسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان هذا المتسابق العاشر سفيان مارك جاك من فرنسا. كلمتكم شيخنا لسفيان. ما شاء الله. بيقولوا بالبلاد العربية الآخرة يا فاخرة. الآخرة يا فاخرة. يا فاخرة يعني هو آخر واحد ما شاء الله يعني سفيان مارك جاك. هذا يدعو للفخر يعني. ويعني ما هذه القراءة المتقنة؟ ما شاء الله. ما هذه الحروف الصحيحة؟ ما هذه الأحكام الدقيقة؟ لما وقف على البعض ذرية بعضها من بعض هذه مو سهلة. أن تأتي بعين ساكنة وبعدها ضاد ساكنة بعض. فهذا دليل كم تدرب هذا الأخ والذين علموه كم تعبوا عليه. بارك الله فيك يا أخي سفيان، والله تلاوتك ممتازة. بس انتبه لأن أفلتت منك واحدة. إن الله يرزق. إن الله الله أظن يعني سهو. إن الله يرزق. ففخم لفظ الجلالة والباقي كان ممتاز بكل المقاييس. سلم على من علمك وأبلغه سلامي ودعائي لك وله بالتوفيق والسداد. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي سفيان مارك جاك من فرنسا.